حقق الزمالك لقب الدوري للمرة ال13 بعد موسم استثنائي ومنافسة شرسة جدا مع الأهلي. الزمالك كان في تحدي الموسم ده بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بشكل درامي والخروج من دوري المجموعات الموسم ده، مع وجود تغيير فني مفاجئ بإقالة باتشيكو وتولي كارتيرون قيادة الفريق في مارس الماضي. خلال الفيديو ده هنعرض أبرز أسباب تتويج الزمالك بالدوري. الدوافع هي أبرز حافز للاعب الكرة وإدارات الأندية. قدر الزمالك يستفيد من خروجه من دوري أبطال أفريقيا في التركيز على بطولة الدوري، على عكس الأهلي اللي كان عنده ضغط مباريات كبير، وده أدى بالطبع لإصابات كتير وفقد للنقط أكتر. الزمالك كان في المركز الثاني طول مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، وبعد خروجه من أفريقيا اقتنص الصدارة لغاية النهاية. قدر كارتيرون يطور من الزمالك بعد باتشيكو رغم أن الثنائي أرقامهم ونتائجهم متقاربة جدا، لكن في تفوق نسبي لكارتيرون. خاض باتشيكو مع الزمالك في الدوري 18 مباراة، فاز في 13 وتعادل في 4 وخسر في مباراة واحدة بنسبة فوز 72%. أما كارتيرون خاض 16 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر في مباراة واحدة بنسبة فوز 69%. الزمالك مع باتشيكو تميز بالناحية الدفاعية، استقبل في المباراة 1.68% هدف، بينما كارتيرون استقبل 1.86% هدف. وعلى العكس هجوميا، معدل الأهداف المتوقعة في المباراة لباتشيكو كان 3.2% هدف في المباراة، بينما كارتيرون 3.2%. كارتيرون قدر يبني على المنظومة الدفاعية الجيدة لباتشيكو بتطوير الناحية الهجومية. التطور الهجومي اللي حصل مع كارتيرون كان بسبب تحويل الاتجاه الهجومي للزمالك من عمق الملعب للأطراف. الزمالك كان بيعاني مع باتشيكو بسبب الاعتماد على الهجوم والمراوغة من العمق والتقليل من دور الأطراف، على عكس كارتيرون اللي اعتمد على أطرافه الظاهرين والكرات العرضية أكتر من الاعتماد على العمق، وده اللي الأرقام بتظهره، بالإضافة إلى النقد اللاذع اللي كان بيتوجه دايما لأوباما على سبيل المثال وقت باتشيكو والإشادة اللي بيتلقاها عبد الشافي والمتلوتي حاليا، بالإضافة للأجنحة اللي قدامهم زي زيزو وبن شرقي. بن شرقي وزيزو أكتر اتنين في الزمالك مساهمة في أهداف، بن شرقي 19 هدف وأسيست وزيزو 14 هدف وأسيست، يعني تقريبا نصف أهداف الفريق، بالإضافة لسيف الدين الجزيري اللي ساهم في 11 هدف في نص موسم بس. عرضيات باتشيكو في المباراة كانت 22 كرة عرضية مقابل 25 كرة عرضية لكارتيرون، ده يورينا ان اعتماد كارتيرون على الكرات العرضية كان اكتر. اعتمد الزمالك الموسم ده على حازم امام المتلوتي في ناحية اليمين، وعبد الشافي وفتوح وعبد الله جماعة ناحية الشمال. الزمالك اكتر فريق لعب كرات عرضية صحيحة في الدوري، 213 كرة عرضية صحيحة، والزمالك سجل 40% من اهدافه الموسم ده من كرات عرضيه، يورينا قد ايه الزمالك كان بيعتمد على الكرات العرضيه. على الرغم من كده الزمالك ثالث فريق في الدوري في عدد التمريرات بعد الاهلي وبيراميدز. وقت باتشيكو الزمالك كان بيعتمد اكتر على الاستحواذ مع وقت اطول الهجمات. الزمالك مع كارتيرون اعتمد على الكرات الطويله 23.7 كره طويله في المباراه مقابل 17 كره طويله في المباراه وقت باتشيكو. الزمالك تاني أكتر فريق في الدوري اعتماد على الكرات الطويلة بعد طلائع الجيش، وده بالطبع بيقلل من وقت الهجمات وقت كارتيرون. الإيجابية الجديدة اللي أضافها كارتيرون هي توقيت أهداف الزمالك. أكتر توقيت سجل فيه الزمالك هو آخر 15 دقيقة في المباراة بنسبة 22% من الأهداف، على عكس الأهلي اللي استقبل أكتر عدد من الأهداف في آخر 15 دقيقة على غير المعتاد. زي ما قلنا الزمالك كان أفضل دفاعيا مع باتشيكو وكان أقل شوية مع كارتيرون. الموسم ده للزمالك هو ثالث أفضل موسم دفاعي للزمالك آخر 20 سنة. موسم 2002-2003 كان الأفضل بـ 38% هدف استقبلهم الزمالك في المباراة، ورا موسم 2014-2015 بـ 55% هدف في المباراة، الثالث الموسم ده بـ 62% هدف في المباراة بالتساوي مع موسم 2003-2004، والمشترك في كل المواسم دي إن المواسم دي الزمالك فاز بيها بدرع الدوري، يعني الزمالك لما بيدافع كويس بيفوز بالدوري. الموسم ده الأقل في نسبة قبول الأهداف قياسا الفرص اللي اتخلقت على مرمى الزمالك. الونش قدم موسم تاريخي في قيادة دفاع الزمالك، أكتر لاعب في دفاع الزمالك استخلاصا للكرة في المباراة 12 كرة، وأقل لاعب تم مراوغته مراوغة واحدة كل 3 مباريات، وأكتر فوز بالالتحامات الهوائية 1.7% في المباراة، والأقل حصولا على الانذارات في كل اللاعبين اللي شاركوا في خط دفاع الزمالك. طارق حامد قدم موسم استثنائي خاصة بعد رحيل فرجاني ساسي.
طارق حامد ثاني اكتر لاعب في الدوري المصري فوزا بالكرات 433 كورة بعد مهند لاشين لاعب وسط طلاع الجيش اللي فاز ب 440 كورة. كارتيرون نفعه بشدة طريقته في الاعتماد على الاطراف ان الفريق ما تأثرش بشكل كبير برحيل فرجاني ساسي على الاقل محليا لانه ادى الحرية للطرفين مع ثبات قلبين الدفاع وطارق حامد في الخلف بمساندة طفيفة من امام عاشور خلى شكل الزمالك نسبيا متماسك بعد رحيل فرجاني ساسي. موسم استثنائي للزمالك انهاه بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز. هل هيكون اللقب ده بداية القاب جديدة للفريق الابيض؟ ده اللي هنشوفه في المستقبل القريب.